أسعد الله صباحكم مشاهدينا بألف خير. هذا صباح جديد من صباحات الشرقية. صباح الخير زين. يسعد لي صباحك ياسمين. صباح الخير لكل مشاهدي برنامج صباح رمضان. بلشوا وياكم حلقة جديدة والبداية مع العناوين. من صلاح الدين لعبة الصينية وهي من الألعاب الرمضانية المشهورة في العراق. وأبرز البرامج والمسلسلات الرمضانية على قناة الشرقية نستعرض وإياكم بعضا منها. وتأثير الصيام على مرضى الروماتيزم مع اختصاصية الأمراض المفاصل والروماتيزم والتأهيل الطبي الدكتورة آفين محمد عارف. أما سؤال حلقتنا لليوم هو هل تفضل تناول وجبة السحور قبل آذان الفجر بقليل أم في أي وقت قبل النوم؟ أما وجبتنا لهذا اليوم فخذ الغنم المحشي بورق العنب مع بقلاوة والجوز، تحضرها لنا الشيف ديما أصلان من تركيا. مشاهدينا مثل ما تعرفون أنه برامجنا وأيضا فقراتنا لكل حلقات برنامج صباح رمضان هي متعلقة بهذا الشهر الفضيل، واليوم احنا حابين نسأل هذا السؤال: هل انت من الأشخاص اللي يحبون يتناولون وجبة السحور قبل أذان الفجر بقليل أم تفضل تأكلها بأي وقت؟ وأنا حاب اليوم أسأل ياسمين أي نوع من الأشخاص أنت؟ صراحة أنا مو نوع محدد، يعني شو كنت ما أحس أنه خلص لازم السحر بس أكيد قبل الأذان، يعني يجي بساعة أو ثلاث أربع ساعة حتى تحضري نفسك. أنت شو كنت؟ أنا همين أحب يعني قبل أذان الفجر. قبل أذان الفجر. أما خلينا نشوف آراء اللي أخذنا منهم الاستطلاع بعد الفاصل. مشاهدينا ببداية حلقتنا لهذا الصباح راح نروح وياكم ناخذكم ويانا إلى صلاح الدين ونشوف لعبة الصينية المعروفة والمشهورة بالعراق من قبل مئات السنين، وأكيد لها روادها ولعبوها 6 إلى 8 لواعي بنفس الوقت، وتتكون من صينية وفناجين وزاح. فهواي أكو شباب اليوم ما يعرفون هاي اللعبة، لكن بهذا التقرير راح نتعرف عليها كلنا. فخلنا نروح نشوف هذا التقرير وراجع معكم. والله لعبة الصينية يعني لعبة هي قديمة، تدري صار لها مئات السنين، يعني بها حسابات وبها حسابات هذا الكجة والبرنجي والهذا، وبها حسابات اللعب، يعني شلون سل شلون قباع، شلون تعطي 5، شلون تعطي 10، يعني حسابات. طبعا ارقام مثلا هو عنده قباع 2، اذا يريد يقبع اول واحد يطلع عنده مثلا 2 قباع ثاني، اي بيه مثلا ورا القباع اول فنجان مثلا يقلبه ب10 يسلم. لعبه الصينيه لها رواده ولعبه المحيبس لها رواده. الصينيه 6 لواعيب أو 8 لواعيب والمحيبس من 30 لاعب وانت صاعد. هاي الصينيه فناجين وزار وصينيه، وذيك المحيبس لواعب بداهم زار وهم تدور عليه لاعب الدوره، فكل لعبه لها ناس يلعبوها. لماذا سميت بالصينيه؟ يعني هي اصلا صينيه مال فافون وفناجين بها 11 فنجان فاسمها صينيه من هالباب. اكو حماسيه اللعبه؟ طبعا حماسيه قويه. يعني مثلا هسه عندنا الاخياد من يطلع زار يضرب على اخي ياسين البشير بالصينيه اذا يتوازى، يعني حماس. عدد النقاط اللي يحسم بها الفائز؟ 151.
والله لعبة الصينية حلوة، تراثية موسمية، تيجي فقط بشهر رمضان، فاحنا شفنا الأكبر من عندنا يلعبوها وتعلمناها من عندهم، لأن التراث حلو عاد، يعني أصدقائنا ربعنا نشوفهم بالسنة نوبة نلتم على لعبة الصينية. طبعا شيء أكيد هي متعتها شهر رمضان، هو هذا السنة كلها ننتظرها بس رمضان، نعوف كل شيء على المدهة. رجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما شفنا اللعبة الصينية، وأكيد هواي أكو شباب ما يعرفون شنو هاي اللعبة بس يشاهدوها خلال هذا الشهر الفضيل، هي من تقاليد الموجودة بالعراق وهواي أكو أشخاص يحبوها ويلعبوها. ياسمين أنت تعرفين هاي اللعبة لعبتها؟ صراحة هذه أنا أول مرة أعرفها يعني، بس مبينة هي لعبة كلش ممتعة ومشوقة، وبالفعل إنه الأغلبية ما يعرفوها. لازم نجرب نلعبها هرمك. إن شاء الله. نروح وياكم مشاهدينا إلى برامج رمضان، استعراض برامج رمضان. راح نشوف وياكم بعض من البرامج الفنية والأعمال الدرامية التي تقدمها قناة الشرقية خلال شهر رمضان، واللي شفنا تفاعل الناس وياها على السوشيال ميديا والصدى الكبير اللي أخذته هذه الأعمال بين الناس. أكيد مشاهدينا يعني من شغلات اللي إحنا حابين نستعرضها هي سنين وأنت تقولي لي صير رجال، بس ولا مرة قلتي لي شلون أصير رجال. هذا مشهد بحلقة السابقة من مسلسل مامات وطن، وكان ابن أياد راضي بهالحلقة يحكي أو يعاني من حروق بوجهه ويشكي من تنمر الطلاب وياه بالمدرسة، وصار حوار بينه وبين أبوه. فخل نشوف هذه مقطع من مسلسل من حلقة البارحة. أنا شكيت إنه لمحته برا المدرسة. نعم. فالحقيقة جيت أتأكد إنه غايب لو لا. بس اللي صدمني أكثر من غيابه يا أستاذ إنه بالصف يسموه المحروق. معقولة؟ أي والله. هذا تنمر علني وغير مقبول. أنا راح أصرف. زين أستاذ، إحنا شلون نقدر نقضي على هذا التنمر؟ يعني أنا منين أتلقاه يا أستاذ؟ من ابني الحساس زيادة عن اللازم، من المدرسة. أبو نور، مع احترامي وتقديري لك، ترى المدرسة ما إلها علاقة، يعني يمكن تكون بيئة خصبة للتنمر، بس الأساس الأهل، سواء كان للمتنمرين أو المتنمر عليهم. زين أستاذ، التعليم يعني ما إله دور بتوعية الطلاب، القانون. أكيد أكيد، بس بدون أساسات الأهل صعب. الأهل هم قوة الردع الأولى للتنمر وقوة الدفاع الأولى للمتنمر عليه. أستاذ الله يخليك، شو أنا جيت أشتكي أنت فريتها علي سويتني أنا المتهم. لا. لا لا، إن شاء الله ماكو اتهام، بس أبو نور أنا الطالب، شلون أقدر أعلم الاحترام إذا هو ما محترم من أهلي؟ أنا معاك، القانون كلش مهم، بس ما يقدر يمحو أثر التنمر. صعب، بس الأهل إذا كانوا صدق أهل لا يمحون أبو التنمر. فعلا كلامك صحيح. مسلسل الدولة العميقة، طبعا هو المسلسل هذا يجسد الوضع اللي دا يعيشه البلد والعائلة العراقية. شفنا بالحلقة الفاتت موضوع تزوير وشراء الشهادة العليا، وكأنما أي شخص عنده فلوس صار يقدر يحصل على الشهادة اللي تعجبه بفلوسه، ويصير هو اللي دارس سنين وتعبان على نفسه بنفس المرتبة العلمية. تعالوا نشوف هذا المشهد من حلقة البارحة. هي وأنتي تعرفون كل الزين أنه حيجي يوم نستعمله من تحمل حديده كلش. ليه؟ نستعمله نغوش وجه البنيه، نهدد اللي طالع وياها، بس نراوي له بس. ارتبكت وصار هجوم علي من كل الصفاح وما اعرف صار. على العموم يعني مو فد مشكله، ايش صار قابل؟ ما صار فد اي شيء، احنا انا اصلح الموضوع، سهله سهله. مليون. شنو؟ مليون دولار ضياء. باكر تتحول لحسابي حتى تنحل هاي المصيبة. أنا رايحة أحجز تكت إلي والتمارة.
سيارتك شغلة. ايه داود؟ اتصور احنا سوينا كل اللي تريده من عندنا. وهسه اجى دورك. اريد اعرف منو اللي قتل بهاء وجماعته بالتحرير. وانا اموت واعرف من اللي شمرني بالسجن. اللي امر بتصفية بهاء وجماعته هو نفس اللي دب سيف بالسجن على جريمة ما لها علاقة بيها. ضياء كريم. ضياء هو نفس المرشح مال البرلمان؟ هو بعينه. لازم يموت. انت شنو حلالش الموضوع؟ مشاهدينا اكيد ما ننسى البرنامج الانساني القريب من الناس واللي هو واحد من اسباب فرحة الناس وسعادتهم. وبحلقة البارحة من هالبرنامج كان اكو مفاجأة مقدمة من الاستاذ سعد البزاز بقيمة 10 مليون دينار وآثاث البيت لعائلة أبو علي، فخلنا نشوف مشاهد من حلقة البارحة من هالبرنامج. أول مفاجأة. يا سعيد الحظ عمل بالدنيا خير. أول مفاجأة هاي الجنطة اللي بيها كل الملايين. الله عوضك قاطات. الحمد لله. ألف عافية. الله تشتري بيت تشتري قاع بكيف كوك إش ما تردون تسوون بيها تسوون. الحمد لله. وحق عزة نفسك يا خالتي حبيبي أنت متربي معدنك أصيل. بارك الله بك. بارك الله بك. أكو عندنا مفاجأة ثانية لكم. لا راسي. البيت بارد وشبه ما بي آثار. تعالوا يعني نشوف شنو جايبي لكم إحنا. شنو جبنا لكم؟ شنو جبنا لكم؟ آثاث كاملة. بارك الله بك. للبيت كله آثاث كاملة حتى الفلوس تبقى عندك صافية. بارك الله بك يا رحمة الله. هاي غرفة نوم كاملة وغسالة ومفارش وكل شيء وكلاشي. وهنا كل الكهربائيات وطخامة القنفات وغسال كل شيء بعد ما أشكال طباخ وكاونترات كل شيء جايبي لكم. بارك الله بكم. بيت كامل. رحم الله والديكم. بيت كامل. جزاك الله خير. تعال منا أبو حبيب. نعطيكم الصحة والعافية أنتم والكادر إن شاء الله. الله يخليك ربي يسلمكم. هذه مفاجأة كلش حلوة. حبيبي. الله يعوضكم حق صبركم. بارك الله بكم. وحق حمدكم وشكركم الدائم. ليش تبكي؟ كل شيء حيصير عندك مكان حلو. يلعن أبو الفقر. الحمد لله. حبيبي الله يوفقك ويعطيك صحة وعافية تستعملون كل الفلوس بألف خير. يلا خلي بعد انتوا تنزلوها وانتوا ترتبون الأشياء زين عيني. بارك الله فيك. على نياتكم ترزقون. هذه كانت لمحة سريعة عن البرامج اللي اخذت صدى واسع بين الناس عن برامجنا لهذا الشهر الفضيل. طبعا خلال شهر رمضان بعض الناس ممكن يكون الصيام لها تأثيرات مختلفة عليهم، ومن هالناس أكيد هم مرضى الروماتيزم. راح نحكي بهالموضوع مع اختصاصية أمراض المفاصل والروماتيزم والتأهيل الطبي الدكتورة آفين محمد عارف محمود. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا. صباح النور. رمضان كريم. رمضان كريم. الله أكرم. بداية نريد نعرف ما هي الأمراض الروماتيزم. الأمراض الروماتيزم هي أمراض مناعة ذاتية، يصير تهيج بنظام المناعة. هذا التهيج يسبب أن نظام المناعة راح يحارب أجزاء من صحية من الجسم يعتبرها أجزاء أو أجسام غريبة فيحاربها ويحاول التخلص منها. وحسب جزء المحارب من قبل نظام المناعة راح تكون الأعراض. فإذا الأمراض الروماتيزمية مو شرط أنه تكون فقط بالجهاز الحركي يعني بالعظام والمفاصل والعضلات، ممكن أنه تتجاوزها إلى أجزاء أخرى من الجسم حسب نظام المناعة أي جزء ده تحارب. حلو جدا دكتورة. بما أنه إحنا هسه بأجواء هذا الشهر الفضيل نعم. حابين هم نعرف تأثير الصيام على
الأمراض أو خلينا نقول الأشخاص اللي يعانون من أمراض الروماتيزم. تمام. بالنسبة للصيام هي الأمراض الروماتيزمية بصورة عامة، إحنا عندنا عدة أنواع من الأمراض الروماتيزمية، لكن الشيء العام اللي نقدر نعممه إنه أي شخص عنده مرض روماتيزم في حالة خمود، لأنه إحنا عندنا دورة لكل مرض روماتيزمي، عنده دورة، عنده دورة انتكاسة وعنده دورة إنه خمود. فأي شخص عنده مرض روماتيزمي غير نشط ممكن نقول إنه يقدر يصوم، ممكن الصيام يكون إلى فائدة أيضاً. يعني حسب الأبحاث الصيام المتقطع أيضاً إلى فائدة للأمراض الروماتيزم. حسب الحالة يعني. حسب الحالة، لأنه عندنا أيضاً يعني حالات ممكن إنه نمنعها من الصيام. فمثلاً موانع الصيام بالنسبة للأمراض الروماتيزمية عندنا أولاً إذا المرض نشط. طبعاً النشط منو يقرر إنه المرض نشط؟ طبعاً الطبيب أخصائي المفاصل الروماتيزم اللي يتابع الحالة هو اللي يقرر إنه هل هو المرض في حالة نشاط أو لا. ثانياً إذا المرض صار عنده مضاعفات، لأنه إحنا قلنا إنه مو شرط إنه بس المفاصل، ممكن تتجاوز إلى أعضاء أخرى من الجسم كالكلى مثلاً، أو اللي عنده تليف بالرئة، لأنه أمراض روماتيزمية أكو داء التصلب الجلدي المناعي ممكن يؤدي إلى تليف الرئة. الكلى في حالة تأثرها بداء الذئب الاحمراري، أو ارتشاح غشاء القلب ممكن، هذا همينة هاي الحالات نمنعها من الصيام. أيضا النساء الحوامل اللي عندهم روماتيزم نمنعهم من الصيام، وأيضا اللي عندهم روماتيزم وصاير عندهم حالة فقر الدم أنيميا، هذول أيضا ممكن نمنعهم من الصيام. وأخرى حالات تتعلق بالعلاج الدوائي، يعني نظام البرنامج الدوائي بالنسبة للشخص إذا دي يتأثر بالصيام لا إحنا نحبذ إنه ما يصوم. وأيضا بالنسبة للدواء نفسه، نوع الدواء، يعني إحنا عندنا يعني مجموعتين من الأدوية اللي نعطي للأمراض الروماتيزم، هي أدوية الكيميائية والبيولوجية. بالنسبة للأدوية الكيميائية يوم اللي دي ياخذ خاصة هذا الأسبوعي الميثوتريكسيت، إذا دا يأخذها ليصوم أفضل. وبالنسبة للأدوية البيولوجية أيضا شقين، شق اللي دا يأخذها تحت الجلد هذا ما يفطر، وطبيعي إذا وضع زين ومستقر المرض ماله ممكن يأخذه، لكن اللي دا يأخذه بالمغذي هذا يفطر، وأيضا نفضل إنه ما يصوم. طيب هاي الموانع اللي نعتبرها بصورة طيب دكتورة عامة. اللي دي يصومون هسه اللي عندهم نقول أمراض روماتيزم يعني نوعا ما بسيطة أو نقدر الواحد يتحملها، شو هو نصحين بنظام غذائي حتى يتبع أمراض روماتيزم؟ بالنسبة أولا لقرار الصيام، بالنسبة للشخص المصاب بالمرض الروماتيزم الأفضل إنه القرار يكون بين المريض وبين الطبيب اللي دي يتابعه. إذا يعني صار القرار إنه ممكن يصوم، فنفضل إنه النظام الغذائي اللي دي يتبعه يكون نظام يفيد المرض أيضاً ويفيد تقوية العظام والمفاصل. مثلاً يركز لنا على المواد المضادة للأكسدة اللي كلنا نعرفها، الخضروات والفواكه وبعض الأعشاب اللي أيضاً تقلل من نسبة الالتهاب بالجسم. فمثلاً عندنا الكركم، عندنا الزنجبيل، هاي بدل ما مثلا يلتجئ الى مشروبات القهوه والشاي ممكن يعوضها بالمشروبات الصحيه. بالضبط، لانه احنا نعرف الكركم والزنجبيل هاي مذكوره بالكتب المنهجيه اللي انه تقلل من التهابات الروماتيزميه. فهذه ممكن دكتوره انه يعني يتعجزون يشربون هذه الاعشاب، يقولون مفعولها يعني كلش طويل، الشعب العراقي احنا نحب الشاي يعني يعتمدون على الادويه اكثر شيء. صحيح، بس ممكن يعوضها بشغلات، يعني ممكن مو كل الوجبات يشرب هاي المشروبات اللي ممكن تضر، يعوضها بغير مشروبات. وايضا انه بالنسبه للحوم الحمراء الدهنيات هذه كلها تزيد الالتهابات بالمفاصل خاصه، فنحبذ انه يقللون منها عنها. خاصه مثلا داء النقرس هي داء الملوك وايضا من الامراض الروماتيزميه، تزداد حالتهم اذا يعني نشوف برمضان مثلا وجبه الفطور يزيدون من اللحوم والدهنيات، هذه ممكن انه تتازم حالتهم وتنتكس. فنفضل انه هاي يعني وجبه تكون صحيه، وايضا يعني احنا دائما تكون الغذاء داعم للعظام والمفاصل، مثلا الكالسيوم
كالسيوم مفروض يكون بي، أوميجا 3 مفروض يكون بي. حتى صح إحنا ما عندنا المأكولات البحرية متوفرة، لكن ممكن نعوضها بالسالمون أو بالتونة خاصة المحفوظة بالدهن، يعني هذه ما تكون يعني ما بيها مواد حافظة، لأنه المواد الحافظة أيضا هي مواد يعني تحفز الالتهابات بالجسم، فهذه نحاول نبتعد عنها أيضا. زين دكتورة أكو أنت حكيتي بموضوع مهم اللي هو المأكولات البحرية والأوميجا 3. نعم. إحنا حتى إذا يعني هل ممكن الأشخاص اللي ما يقدرون تتوفر لهم المأكولات البحرية ممكن يأخذون الكابسولز أو خلينا نقول الأوميجا 3 يعني. صح أكيد أكيد يعني ممكن يأخذون الأوميجا 3 ما لها مضار، وبالعكس هي مضادات أكسدة ويأخذوها كمكملات غذائية. وأيضا الفيتامين دي كلش مهم، فيتامين دي 3 إحنا صح عندنا شمس مشرقة بالعراق دائما يعني على الأغلب، لكن من بدنا نستفاد منها لأنه أولا من حرارتها، وثانيا يعني ما عندنا الأماكن اللي تتيح لنا أنه نستفاد منها، وثانيا الاستفادة منها لازم تكون يعني ثلثين الجسم يعني يكون معرض للشمس، فهذه شوية صعبة لنا، فممكن نعوضها بالمكملات الغذائية اللي تحتوي على فيتامين دي 3 لأنهما موجودة بالأغذية. أكيد. طيب دكتورة شنو نصيحتك للأمراض الروماتيزم اللي هم يمارسون الرياضة لو؟ شنو تأثير الرياضة عليهم؟ بالتأكيد بالتأكيد، يعني إحنا دائما الإنسان هو يعني كائن حركي، فإذا إحنا جسمنا شلون نحافظ عليه بالحركة؟ لكن حركة أكو نوعين، حركة مضرة وحركة مفيدة. يعني الحركة المضرة مثلا يعني يجوني مرضى يقولون إحنا بدنا نتحرك من الصبح لليل، إحنا بدنا نشتغل بالبيت، هذه ما تعتبر حركة مفيدة، هذه مجهدة. فإذا الحركة المفيدة هي الرياضة، والرياضة أبسطها المشي، يعني ممكن بعد الفطور بعد وجبة الفطور يأخذون يعني يتمشون. حلو. وحسب الحالة طبعا إذا عندهم موانع للمشي ممكن المشي يكون متقطع بهالحالة ما يزيدون اللود على الجسم. وثاني نقطة إنه بعض الناس مثلا بعد رمضان يسمنون، والسمنة أيضا تعتبر فد عامل مضر بالنسبة للأمراض الروماتيزمية وبالنسبة لغير الروماتيزمية حتى على الجهاز الحركي للجسم، فهذه يعني السمنة همنا يعني. دكتورة على طار السمنة، هل السمنة تأثر بزيادة الروماتيزم بالجسم؟ أكو بعض الأبحاث تقول إنه السمنة تزيد الطبقة الشحمية، والطبقة الشحمية إذا زادت تزيد من العوامل الالتهابية بالجسم، فهو هذا الترابط بين الروماتيزم يزداد بالأشخاص السمينين، لكن هو مو فاكتر يعني أساسي، يعني مو إنه السمنة مو عامل أساسي، لكن عامل يزيد من التهيج بالنسبة للالتهابات الروماتيزمية. زين دكتورة شنو هي نصيحتك بهذا الشهر الفضيل للأشخاص اللي يعانون من روماتيزم بنفس الوقت هم يأخذون علاج ويريدون أنه يكملون على السكيجول أو الجدول الدواء اللي هم نعم. عندهم نعم. بدون ما يتأثر أو ما يأثر هذا الشيء عليهم؟ بالتأكيد طبعا احنا قلنا الـ 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 الأشخاص المصابين بأمراض الروماتيزم واللي إلهم يعني الطبيب يقول لهم أنه أوكي ممكن تصومون ما عندهم أي مضاعفات منها، ممكن الجدول الدوائي يرتبوه بحيث الدواء اللي ياخذوه بعد الفطور عادة يعني بعد الإفطار، مو قصدي إفطار الصيام وإنما الفطور الصباحي، ممكن ياخذوه بعد الفطور، وبالتالي الأدوية اللي ياخذوها وراء العشاء مثلا ياخذوها بالسحور، يعني يرتبوها بهالصيغة. وممكن إذا تصعب عليهم يستشيرون طبيبهم المعالج طبيبهم لازم، وثانيا يلتزمون بنظام غذائي يكون صحي يكون، وثانيا ثالثا يعني نسبة شرب المي، المي كلش يعني لأنه الجفاف اللي دا يحصل أثناء فترة الصيام ممكن يأثر أيضا على وظيفة المفاصل، وممكن هم أنه يأثر على وظائف الكلى والكبد اللي نحاول إنه نحافظ عليها في خاصة بالنسبة لأمراض الروماتيزم. وأيضا يلتزمون برياضة تكون غير مضرة وخفيفة وممكن تساعدهم إنهم ما يصير سمنة ويحافظون على لياقتهم أيضا. طبعا دكتورة كانت كلش معلومات قيمة وإحنا استفادينا منها، خصوصا إنه إحنا كنا نعرف يعني ما أعتقد إنه الأغلبية يعرفون إنه أمراض الروماتيزم بغير أجزاء من الجسم إنه فقط بالعظام. إحنا نشكرك شكرا جزيلا دكتورة على هذه المعلومات. مشاهدينا وجبة السحور هي وجبة أساسية وكلش مهمة بشهر رمضان بالأخص للصائمين، لأنه يحتاجون إلى الطاقة والتغذية
خلال فترة صيامهم. بس أكو فرق بين الناس بهالموضوع، أكو أشخاص يتسحرون بأي وقت خلال الليل وبعض الآخر يتسحرون قبل الأذان بشوية. فخلونا نروح ونسأل العالم والناس، أي واحد من عندهم يفضلون، هل تفضلون تناول وجبة السحور قبل الأذان أو أذان الفجر بقليل أم في أي وقت قبل النوم؟ والله بالنسبة للسحور الرسول عليه الصلاة والسلام شو يقول؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تسحروا فإن في السحور بركة. فهذا قانون، يعني هذا من يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام بركة، يعني هذا قانون، يعني من السحر أنا قبل الأذان طاقة أروح للدوام، أنا لا جوع ولا عطش الحمد لله والشكر. فقبل النوم لا يضايقك بالنوم، يعني سبحان الله، هي يعني هو قانون الصيام هيك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تسحروا فإن في السحور بركة، فلح يظل جسمك مبارك وما يصير عندك لا ضعف لا المعدة مالتك تتقلص لا شيء. بالضبط بالضبط بالضبط. فدائما السحور لازم يكون قبل الأذان إن شاء الله، قبل أذان الفجر، قبل النوم، لأنه مرات الواحد صعب يقعد بالليل، إيه كلية وهاي. رمضان كريم. رمضان كريم، الله يحفظك. تحبين تسحرين بيه قبل الأذان لو قبل النوم لو أصلا تسحرين؟ أنا أصلا ما أسحر، يعني على الفطور والثاني يوم. لا لا ما يعني ما ما عندي جهود يعني حتى تعطشين وتحتاجين ال... لا بس ما يشربها يعني ما أكل. قبل الأذان أكيد بربع ساعة، لأن إحنا شوية تعرف شباب نطول يلا النوم، إيه بالنهار قاضيها نوم. قبل النوم إيه، حتى آكل وأنام من وقت لأن وراي دوام. رمضان كريم علينا وعليكم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والبركة. الله يسلمك. أفضل وقت تحب تتسحر بيه وشوف إنه هذا وقت مفضل إلك وأفضل، قبل 12 بالليل تتسحر وتنام لو قبل أذان الفجر؟ لا أكيد قبل أذان الفجر، لأن إحنا مدخنين وتعرف أنت اللي يدخن ما يقدر إلى آخر نفس، إن الموضوع يعني ما نقدر، لازم ندخن قبل أذان الفجر نصلي الفجر وننام. رمضان كريم علينا وعليك يا ربي. شنو الوقت اللي تحب تسحر بيه وتشوفه مفضل إلك؟ قبل 12 بالليل تسحر وتنام لو قبل أذان الفجر؟ لا قبل أذان الفجر حتى لا نجوع. كل همك الجوع طبعا. رمضان كريم أهلا وسهلا عيني، مرحبا. شنو الوقت اللي تحب تفضل انه تسحر بيه؟ قبل ال 12 انه تسحر وتنام لو قبل الاذان؟ والله نحن عاده حقيقه انا احكي لك، نحن ضيوف جينا على بغداد من مدينه الموصل، وحقيقه نحن دائما يعني حتى بالموصل قبل ما يعني ننام تقريبا الساعه 2 3 قبل ما ننام يعني نسحر وننام. نعم نعم، حتى هنا هسه نحن جينا بغداد وحقيقه زرنا مدينة الأعظمية وأكو غادي مثل ما نقول مطاعم. عرفته طبعا. الله يحفظك الله يخليك، يعني مطاعم شعبية والأجواء كلش حلوة يعني، وعوائل إلى الساعة تقريبا 3-4 يعني كلش كثار، فحقيقة عجبتنا الأجواء كثير، وحتى الأكلات اللي قدموها الطريقة كلش حلوة ونكهتها كلش طيبة يعني، فكثير عجبتنا هنا الأجواء يعني. إذن مثل ما شفنا ماكو فد وقت معين، أكو ناس قبل الفطور قبل السحور عفوا بدقائق، مثل ما نشوف أكو بواسطات هواية أنه يقولون يعني لحد ما يسمعون خرخشة مال صوت الأذان يلا يبطلون أو يوقفون عن الأكل. أكيد. وأكيد الموظفين أنه هم يعانون بهذه الأيام لأن لازم ينامون من وقت وما يشبعون نوم، أغلب الناس ما تشبع نوم.
إذا نروح لطبقنا الرمضاني لهذا اليوم. طبعا هو طبق بمجرد ما راح نحكي به راح نجوع. هو فخذ لحم غنم ومو بس هيجي مشوي ومحشي بورق العنب، بالإضافة إلى طبق الحلو اللي هو البقلاوة المحشية بالجوز. طبعا هالأكلتين راح تحضرها وتقدمها لنا الشيف ديما أصلا من تركيا. ما أحكي لكم اليوم عن طبقنا فخذ محشي بورق عنب. مرحبا زملائي بالاستديو، رمضان كريم عليكم وعلى مشاهدينا، وينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. اليوم أنا معكم بطبق جديد، بس اليوم اخترت أنه نعمل اليابراك سارمص أو ورق العنب دولمة، بس قلت كونه رمضان ما شفتوا أنه بس ورق عنب رح يكون هيك يعني ما في فخامة كتير على السفرة، فقررت أنه ناخذ الفخذة ونحشي فيها ورق العنب. طبعا انا هون عندي فخدة غنم، رح بلش اول شيء اني تبل الفخدة وبعدين رح نبلش نساوي ورق العنب. اول شيء بخلي للفخدة هو زيت زيتون. طبعا بدي اقول شغله عني، انه انا لما كنت صغيره ولما كنت شوف مناظر اللحمه وهيك القطع الكبيره مثلا عند القصاب او شيء، بقول انه شلون عم يمسكوها ويقطعوها، ما توقعت ابدا انه بيوم من الايام انا بدي اكبر وصير انا واللحمه على طول هيك بنشتغل مع بعض. يعني هلا صرت عادي انا بحس انه فيني اقطع خروف كامل، غنمه كامله ما في مشكله. وبعد ما دهناها بزيت الزيتون، طبعا انا عملت لها من هون فتحات عشان نقدر نحشيها، وفينا بالبيت مثلا ام البيت تسويها او عند القصاب تقلها انه يشرح لها اياها هيك من جوا. رح خلي كمان شوي فلفل حار اذا بتحبوه، مع شوي بهارات لحمه مشكله. طبعا البهارات انتم كيف بتحبوا انه تخلوا، يعني في منا بيحب مثلا طعم الزعتر مع اللحمه، في منا بيحب طعم الفلفل الاسود كثير، في منا لا بيحبوا بس الفلفل الحمراء حسب انتم كيف بتحبوه. شويه فلفل اسود، نعملها شوي مساج. وبعد ما خلصنا تتبيله الفخذ ودهناه نخليه على جنب ونبلش نحضر هلا الورق العنب. عنا ورق العنب اللي انا عم بستخدمه طبعا مكبوس، يعني بيخلوه مثل الطرشي هذا بينعمل، او في منه اللي بيكون مفرز، انتم اللي بتكونوا سالقينه بالبيت وبعدين مفرزينه بالفريزر. رح احضر الحشوه له. للحشوه انا استخدمت كاستين رز مغسول، ورح خلي لحم مثروم ناعم، ولازم نكتر شويه دهن على لحم الدولمه عشان يطلع اطيب. تقريبا اللحم كمان استخدمت نص كيلو. رح خلي البهارات فلفل اسود، ملح، شوي بهارات مشكله، زيت نباتي. انا هاي الحشوه اللي بحب اعملها لورق العنب، انتم كيف تحبوا انه تكون الحشوه، اذا في بهارات ثانيه بتحبوا تضيفوها اكيد فيكم تضيفوها، بس بالعاده انا هيك بخليها كافيه. نقلبهم مع بعض. هلا جهزت عنا الحشوه، نخليها على جنب ونبلش نلف اليبرق السرمه حسب كيف بتسموه، ورق العنب، دولمه. طبعا سوري انا اليوم شوي تعبانه من اول رمضان، وصار عندي هيك حساسيه شوي على قريب، ما بعرف على تغيير الجو عنا. فكنت عم اقول لكم انه بالعاده الدولمه بتكون عندكم اللي بتسووها كثير، انا بحبها كمان الدولمه العراقيه، فيها هيك لتشعه الحموضه، فيها دبس رمان، بس اليوم حبيت غير طريقه الحشوه. طبعا رح ارجع لكم اذا انتم حابين تضيفوا اي بهارات ثانيه عليها فيكم تضيفوها. انا بالنسبه لي احلى شيء برمضان هيك لما بتصير عجقه المطبخ وبتصير كلنا بنتشارك مع بعض، وبتلاقونا بتصير بقى النسوان قعدتهم المفضله هي المطبخ، بلش الاحاديث كرمال هيك ما بنحس بالوقت ونحن عم نطبخ. انا هيك يعني بصير معي مع اخواتي، مع نسوان اخواتي، مع بنات العيله اللي بيجوا بيزورونا برمضان. اكيد انتم كمان جماعات رمضان بتكون عندكم غير، وعلى فكره يمكن ما بعرف اذا انتم كمان مثلي قديش الواحد بحس انه مثلا في شغل في مجهود بيصير برمضان بس ما بنحس بالتعب، يعني مجرد ما يخلص الافطار بعد الافطار بتلاقوا هي اللمه اللي بتصير على قعده الشاي والتحلايه، خلص نسينا كل اللي مرق بقلب النهار
وبلشنا نفكر شو رح يكون طبق بكرة، شو رح يكون نوع السلطة، شو رح تكون الشوربة، شو أنت حتعملي تحلاية. بتلاقوا الحديث كله هيك برمضان، فعن جد يا ربي يديم هيك لمة كل العيال وجمعتهم برمضان، لأنه يعني سبحان الله هذا الشهر غير، يعني شهر مبارك، شهر كريم على الكل. بتلاقوا هيك الكل بتصفى القلوب، بيجتمعوا، بتصير بتحسوا المحبة رجعت بين الناس. فأنا من عشاق هذا الشهر، الله يا ربي هيك يديموا علينا وعليكم ونضل مجتمعين على الخير ونضل عم نعمل أطباق لذيذة مع بعض. بعد ما خلصنا اليبرق هلأ ناخد الفخذة اللي جهزناها نبدأ نحشيها. طبعاً رح ناخد هيك بهذا الشكل، قد ما أخذت عنا ورق عنب رح نعبيها. هلأ نلفها. طبعا انا رح استخدم هدول عواد الخشب عشان سكرها، او فيكم اذا بتحبوا في منهم مثلا بحبوا انه يخيطوها عادي، انا حسيت هيك اسهل بالسرعه. سكرها كمان واحده من هون، بس خليني اقول لكم اهم نقطه رح ارجع اذكركم فيها. لما بدنا نخلي لحم بالفرن لازم طريقه اللفه تكون كتير صح عنا. اول شيء رح خلي ورق زبده مبللته بالمي، وهلا بعد ما سكرناها بهذا الشكل المحكم بدنا ندخلها الفرن على درجه حراره 250 اول ساعه، وبعدين 3 ساعات على درجه حراره 200، يعني مجمل الساعات 4 رح يكونوا. وبما تستوي عنا رح نبلش نحضر الحلى تبع اليوم. واليوم اخترت انه الحلى يكون بقلاوه بالجوز لانه كمان سهله وسريعه. رح خلي للحشوه اللي هي جوز طبعا سكر بودره، ورح خلي معه رشه دارسين قرفه ونقلبهم مع بعض. بعد ما نخلط الحشوة رح أرجع أذكركم فيها. هي جوز عملته هيك أنا بالخلاط ناعم كتير، وضفت عليه سكر بودرة ودارسين قرفة. هلأ الحشوة هيك صارت جاهزة عنا، بلش ناخد ورق البقلاوة جاهز. طبعا عجينة البقلاوة أنا جايبتها بقلاوة، يعني كمان أنا بعتبرها من أطباق الحلى اللي كتير سهلة وسريعة، فكرمال هيك اخترت انه اليوم تكون معنا. ندهنها سمنه او زبده، انتم شو بتحبوا تدهنوها عشان تكون طريه معنا باللف. ناخذ قصبه، اي قصبه موجوده عندكم بالبيت، نلف عليها هيك نايلون، نلفها بهذا الشكل. بعدين ناخذ شوي من الحشوه، الحشوة طبعا انتو كيف بتحبوا انها تكون، بتحبوا تكتروها، بتحبوا تقللوها، بتحبوا انها تكون فستق بندق، حسب انتو كيف بتحبوا تكون. انا حبيت انه تكون جوز اليوم فكرمال هيك. شوفوا كيف نبلش نضبها هيك على بعضها، لانه نحن حنعطيها شكل غير عن شكل البقلاوة اللي بتكون مقطعة القطع الكبيرة. طبعا نحن قبل ما نبدا بتحضير البقلاوه لازم نكون حاضرين الشيره. الشيره اعتقد كل ستات بيعرفوا يعملوها، عشان هيك انا ما عملتها قدامكم محضرتها. هي كاسه سكر، كاسه مي، هيك عياره بتحب مثلا، هي بدها تقريبا كاستين سكر كاستين مي، وبنخلي لها عصره ليمون وبنخليها تبرد. لحتى ما تعجن عنا البقلاوه لازم الشيره تكون كتير بارده، والبقلاوه اول ما بتطلع من الفرن تكون كتير سخنه. هلا بدي ادهن باقي السمن اللي عنا على وش البقلاوه كله. بعد ما جهزت عنا هيك بهذا الشكل بدي ادخلها الفرن على درجه حراره 180 تقريبا 50 دقيقه. وبهيك بتكون سفرتنا لليوم صارت جاهزة، يا رب تكون عجبتكم. مثل ما قلنا لكم اليوم عملنا فخذ محشي بورق عنب، بس شوفوا كيف اللحم دايب عنا، وهذا الدليل انه اللحم كلش مستوي، حتى ورق العنب كمان طيب ومستوي. يا رب تكون عجبتكم سفرة اليوم، واتمنى انكم تجربوا الاطباق اللي عملناها. والبقلاوة عنا طلعت هالشكل، سهلة وسريعة كمان بالتحضير، ومثل ما قلت لكم أنا عملتها بالجوز. وصيامكم مقبول، ألف عافية وشوفكم على خير.
فنجان طبق مبين كلش لذيذ وانا من هسه جعت كلش جعت خصوصا ورق العنب. اي ورق العنب كلش مبين لذيذ والعظم هيك يعني عاشت ايدها الشيفه ديما ونتمنى احنا الكل يجرب هذا الطبق. اكيد اكيد. مشاهدينا لهنا وناتي الى ختام حلقتنا لهذا الصباح من صباح رمضان، نلتقيكم باكر بنفس الموعد. مع السلامه. مع السلامه.